خلينا نبدا برايكم النهارده في خساره النادي الاهلي لنقطتين مهمين. طبعا ما كناش نتمنى الاهلي يخسر النقطه الرابعه وتعادلين في ماتشين متتاليين، يعني الحقيقه المستوى لم يكن على ما يرام، الاهلي لم يقدم المستوى المطلوب في المباراه. انا شايف ان الاسباب يا كابتن اسلام، يعني اكيد طبعا الناس الخبراء والمحللين اتكلموا كتير جدا في الموضوع ده من ساعه ما انتهت المباراه، لكن يعني عمليه التدوير الكثير امر خطير، والتغيير الكثير في التشكيل امر يعني يؤثر على اداء الفريق. يعني احنا شفنا السنه الماضيه، ما كناش بنقول كده السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت ما كانش فيه تغييرات كده، كان أوكي. اي حد يعرف تشكيل الاهلي كان تقريبا فيه 9 ثابتين في الملعب ما بيطلعوش من الملعب، لكن دلوقتي كل مره فيه 6 فيه 7 فيه 8. طبعا ده في النهايه يقول لك ده يرجع للمدير الفني، لكن ده بيؤثر على انسجام الفريق وعلى على الحيويه اللي موجوده. حضرتك بتقوله ده، ولكن السنه اللي فاتت مثلا انت لاعب في اول 13 مباراه، ان السنه اللي فاتت لعبهم في كام 70 يوم، انت السنه دي لاعب نفس عدد المباريات في كام 50 يوم، وبالتالي في فرق 20 يوم فرق مثلا. تمام، هنا في ضغوط عليك. ما انا بقول لك على فكره انا مش انا زيك، انا بحب الكلام اللي حضرتك بتقوله ده او شايف ان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، ولكن انا بقول لك الرد اللي بيترد، لانه هنا في 70 يوم فانا خدت راحتي فكنت اقدر العب بتشكيل ثابت، هنا في 52 53 يوم فمش قادر اعمل كده، لازم كل شويه، لان انا النهارده مثلا النهارده انا بلعب محمد القوسي، بكره هقعد محمد القوسي عشان احنا مسافرين يوم الخميس عشان عندنا ماتش السبت، وهنرجع من السبت يوم الاحد الصبح تريح الاثنين تلعب الاربع ماتش ضد زد. طبعا هي امور معقده وامور كثيره جدا، لكن دعنا نتفق، وانت يعني طبعا عندك خبرات اكتر مننا في جوه الملعب وجوه ارضيه الملعب، ان التغييرات الكتيره طبعا تاثر على الانسجام في الفريق. حد يفتكر ان انا بقول كده؟ عشان انا بقول لك الكلام اللي بيترد عليه. لا طبعا، يعني لكن التغييرات الكتيره اللي بتحصل في فرقه النادي الاهلي بتاثر على الفرقه، بتاثر على الانسجام، بتاثر على بتاع لكن النادي الاهلي النهارده لم يكن في المستوى المطلوب، يعني يمكن في ماتش الجونه كان بيلعب وكان بيهاجم وبيضيع فرص، النهارده شايفين مفيش فرص خالص، يعني صحيح. يعني الشق الهجومي في النادي الاهلي غير موجود تماما، غايب. المشكله اللي بيعاني منها النادي الاهلي هجوميا بقى لها فتره موجوده، يعني لا في هجمه كويسه ومنظمه، لا في تسديد، لا في اطراف بتشتغل بشكل كويس جدا، وسط الملعب انت مش مسيطر عليه رغم انك مستحوذ بشكل كبير جدا، لكن في النهايه انا لا يهمني هذا الاستحواذ، استحوذ بال 90%، لكن المهم انك تسجل الهدف، وده اللي ما قدرش يعمله للنادي الاهلي النهارده. يمكن كولر نفسه طلع اعترف بعد المباراه بان الاداء لم يكن على المستوى المطلوب والاداء كان سيء، لكن اكد على ان الاداء الدفاعي للمنافس، طب ما طول عمر النادي الاهلي بتواجهه فرق بتلعب بطرق دفاعيه، انت فريق قبل النادي الاهلي ما لعبش بطرق دفاعيه، انت عليك كمدير فني انك تحل ده وتلاقي حلول لده، والحلول معروفه، لكن الحلول ما كانتش موجوده النهارده عند لعيبه النادي الاهلي، وبالتالي خسر الاهلي نقطتين مهمتين الحقيقه، اعتقد يعني مهمين في المنافسه على الدوري، يعني بعد ما كنت متصدر وكنت هتواصل تصدرك تراجعت المركز الثاني.